بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة ليلى جمعة جبريل، أخصائية التصنيع الغذائي والحفظ اللفظي بالتعاون مع منظمة بريتك الآشل. اليوم حنقدم لكم حلاوة لالوب اللي هي السارني أو الكورناتا. المكونات اللي هو كوباية من السارني اللي هو جنا اللالوب اللي بيجوا دي، من اللالوب دي ده جناها بيجوا اسمه السارني أو الكورناكا، وكوباية سكر. المعدات: حلة، طوى، معلقة خشب، قالب تصب عليه. الخطوة الأولى نكب الموية على الحلة ونكب عليها حبوب السارنة ونتركها لحد ما تغلي عشان نزيل منها المرارة. بعد خلاص تمت مرحلة الغليان، تتمسخ تماما، نصف فيها، صفي الموية بتاعتها. طبعا المرحلة الثانية حط السكر على النار ونتركه لحد ما يصفر لونه. بعد ما السكر حلى بعدها نجي نكب عليها الحبوب. الخطوة الأخيرة بعدها نكب على الجاري ونتركها لحد ما يجف.